السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الاخوان، فيديو جديد معنا على القناه ديالنا. معكم عبد الحق كارز، تحياتي لكم جميعا. الاخوان، فيما يخص بزاف ديال التعاليق بغيت نجاوبكم عليها في هذا الفيديو خفيف ظريف. بزاف ديال الناس كيقولوا لنا كتلقى كل شيء مكتوب ولا كل شيء مقيول في الفيديو، وكتلقى بنادم كيقول لك وقلنا الثمن وما قلتيش المعلومات. اخوان الله يجازيكم بخير، اي فيديو حاولوا ما امكن تدخلوا له، يعني تاكدوا من الفيديو، يعني دخلوا الفيديو سمعوه مزيان، غادي تلقاو جميع المعلومات تما. وان شاء الله حندينا حنا حتى الا نسينا شي حاجه صغيره راه كنطرقوا لها من بعد. وبالنسبه للطوموبيلات الله يجازيكم بخير، اي واحد خصو شي طوموبيل في تطوان طنجة يحاول يتصل بالرقم ديالنا ديال المغرب، وغادي نخلي لكم هنا الرقم ديالي ديال اسبانيا. اي واحد بغى شي حاجه في مدريد، عنده شي مشكل في شي سياره، خصو يبدل شي لاشين ديستريبيسيون، يبدل شي حاجه كبيره في الطوموبيل ديالو، او لا خصو شي سياره يشريها ولا يبيعها، اتصل بيا ما كاين حتى شي مشكل. مرحبا بكم، كنتمنى لكم الخير ان شاء الله. وتحياتي للمناقدين، لبعض المناقدين وكتلقاهم دائما في جميع انواع القنوات، ولو تكون كتقدم لهم يعني جميع انواع، تكون انت عالم، تكون كتقدم اي محتوى غتلقاهم لتحت كيكتبوا كيعبروا. فتحياتي لكم وكنشكركم بزاف جميعا، وغادي تلقاو النوامر ديالنا ان شاء الله. تحياتي، بقاو معنا.